يا اهلا بحضراتكم عوده من جديد ل10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم عن اليوجا ويمكن اتكلمنا فيها اكتر من مره كمان، واحنا بنتكلم عنها اكتشفنا ان هي مش مجرد نوع واحد، ان هي مجموعه من الانواع المختلفه. برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده الفرق بين اليوجا العلاجيه واليوجا الاسترخائيه، لكن النهارده هنتكلم عن اليوجا وعن النيرفانا، وطبعا هنعرف تفاصيل كتير عنها وهي طبعا من المستجدات في دنيا الاسترخاء ودنيا اليوجا. هنعرف تفاصيلها اكتر مع ضيفتنا اللي منورانا كابتن مارو كمال، مدربه يوجا ومدربه نيرفانا. صباح الفل عليك. صباح النور. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طبعا هندخل في اليوجا بتفاصيلها، بس الاول انا كنت لسه حتى بقول لك واحنا في الفاصل قلت لك انا ما سمعتش عنها قبل كده. النيرفانا هي لسه جديده، ويعتبر انا اول مدربه في مصر موجوده حاليا فيها، بس بنبتدي بقى نعمل زي كورسز، يعني ان احنا ايه نجي نبقى في كذا حد بيدرب نيرفانا. يعني ده هدف. مدينة خلفيه كده عنها، منبعها من اي دوله؟ هي منبعها من سلوفانيا من اوروبا. المفروض ان هي مختلفه عن اليوجا الهندي، يعني المفروض ان اليوجا منبعها الهند. مظبوط. لا هي مدرسه واليوجا مدرسه، الاثنين فيهم حاجات مشتركه طبعا، بس الحاجات المشتركه اللي بينهم مش زي اليوجا وانواعها. يعني مثلا اليوجا حتى فيها انواع كتير قوي، فيها مثلا فانياسا وهاثا واشتانجا وراجا وباور يوجا، فكل دول بتحس في الاخر ان هم شبه بعض. مزبوط. لا النيرفانا مختلفة بقى. مختلفة في ايه بقى؟ مختلفة ان احنا بنبقى ماشيين بتكنيك تنفس معين، ده أول حاجة. طول السيشن بتاعتنا بنبقى التكنيك بتاعنا بيبقى انهال من النفس بتاعنا، بناخده من مناخيرنا وبنخرجه من بقنا. طيب اللي هو التنفس البطني. مش ده قاسم مشترك ما بينها برضو ما بين اليوجا؟ احنا بنعمل التمرين ده في اليوجا في الآخر قبل المديتيشن. اوكي. يعني دايما بنعمل التمرين البطني ده أو البي ال بي قبل المديتيشن، بحيث إن الناس تطلع الاسترس والتوتر اللي جواها. المديتيشن اللي هو التأمل، عشان الناس بس تبقى فاهمة احنا بنقول. تمام. هي اليوجا ثلاث خطوات، ثلاث حاجات. بنبدا بتمارين تنفس وجسديه، وبعد كده بنبدا في تمارين اللي هي الصفاء الذهني اللي هي التأمل. حلو. تبتدي الناس تهدى خالص وتبقى ريلاكس، وبتخرج حتى من السيشن هاديه. طب انهي اللي بيعمل مفعول اكبر فيما يتعلق بالهدوء، هل النيرفانا ولا اليوجا؟ الاثنين حلوين. انا بدرب ده وبدرب ده، فما اقدرش اقول ان انهي احلى من الثاني. طب انهي اصعب في تطبيقه؟ برضو على حسب اللي جايه تحضر. يعني ممكن مثلا واحده جايه تحضر عجبتها النيرفانا، هي النيرفانا بتعجب عموما الناس الهايبر، الناس اللي بتتحرك، لان هي فيها حركه. هي فيها اكتر حركة. من احنا الحركات بتاعتنا كلها فلو، بنتحرك كاننا حتى بنرقص. أوكي. مش شبه اليوجا فيها بوزز ثابته واشكال لا احنا بنتحرك فيها كاننا بالظبط بنرقص. معنى كده ان النيرفانا برضو ليها فوائد جسمانيه الى جانب النفسيه. بالظبط كده. هي طبعا بتون العضلات، بت 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 غير طبعا ان هي بتنقي الجسم كويس قوي من السموم. طريقه التنفس بتاعتنا اللي هي البي ال بي ديت، اللي هي التنفس البطني ده، المفروض ان هو بيخلي الصدر يوسع اكتر، فبالتالي يستقبل كميه اكسجين اكتر، وينظف الجسم احسن. اوكي. احنا بنبقى شغالين ده من اول لحظه في السيشن. بنعمل تيست كده للتنفس، اشوف مستوى الناس، كل واحد يعرف مستواه قد ايه، وبعد كده بندخل بقى سيركت سيركت سيركت، كل سيركت ليها طريقه تنفس مختلفه. طب بقول لك ايه يا كابتن مارو، ما تيجي نتكلم بشكل عملي وتورينا كده حتى الفرق اللي ما بين اليوجا والنيرفانا بشكل عملي. احنا شايفين على المات يعني. يا ريت. تمام. ماشي. عشان يبقى كلام ايه متشاف كمان، مش مجرد مسموع يعني. لا بس التوتشي. اتفضل. هي برضه بتعتمد على حته ان انت تبقي لامسه الارض وحاجات دي. ما هي برضه يعني. كلهم نفس المدرسه المبدا يعني. يعني مثلا هنقول اليوجا مثلا. أوكي. البوز مثلا هناخد انهال، وبعد كده بننزل نتاتش مش تريكت، وبنفضل ثابتين تقريبا من 5 ل10 عدات او تنفسات. تمام. بس النيرفانا احنا مش كده. لا النيرفانا مثلا في حركات بتبقى ازاي، بناخد النفس وننزل نخرج النفس، بعد كده بنشد كده ناخد نفس تاني، بعد كده بننزل نخرج النفس نطلع ناخد النفس. شايف الحركه؟ في بقى حركات في النيرفانا مثلا نقف كده
تمام؟ المفروض ان انا هاخد النفس وبعد كده بنزل اخرج النفس كده برجع اخد النفس وبعد كده بلف انزل. اوكي. الفرق بقى ان انا في الحركات بتاعت النيرفانا في اول مجموعه مثلا بعملها بيبقى النفس بتاعنا اربع عدات وبخرجه اربع عدات. نفس اربع عدات بمعنى ان انت بتاخدي النفس وتكتميه اربع عدات؟ لا 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 مش بنكتمه، احنا بناخده كانك بتعد 1 2 3 4. اوكي يعني بنخرجه كانك بس بنخرجه منين بقى؟ من الفم. والنفس بناخده على ايه؟ على بطننا. يعني بناخد النفس ونخرجه تمام مش على الرئة. اوكي. طب والواحد والواحد يعرف يتحكم فيها ازاي دي؟ بيتحقق. هو مش المفروض ان النفس بيدخل على الرئة؟ بالظبط كده، بس احنا في البداية خالص بنبتدي نخلي الناس تحط ايديها على بطنها كده ونبتدي ندربهم ازاي النفس بيدخل على المخ. يعني بص كده الحركة بتاعت ايدي، انا ايدي اهو ببتدي اخد النفس اوكي كاني بنفخ بطني بعد كده بخرجه. طب ايه الفايدة في ان احنا ناخد النفس على البطن مش على الرئة؟ علشان لما بتاخد النفس على بطنك بتخلي الرئة تستقبل اكسجين اكتر بكتير. أوكي. الحجاب الحاجز بيوسع، يعني بتوسع الشعب الهوائية والحجاب الحاجز فبتبتدي توسع فيبتدي الهواء يدخل اكتر. اوكي. تبتدي تخرجه فيبتدي يطرد طبعا السموم، واحنا عارفين طبعا في عملية الانهال والاكسهال احنا بنطرد اغلبية السموم اللي في جسمنا. تمام. فبالتالي وانت بتخرج النفس انت بتخرجه. اوكي. في اليوجا بقى النفس من مناخيرنا طول ما احنا شغالين عشان نحافظ على درجة حرارة ايه؟ الجسم. النيرفانا لا احنا بنخرج كده علشان نطرد السموم. تمام. طيب نرجع تاني برضو لأبرز التمارين في الحالتين سواء يوجا او هما فيهم حاجات مشتركة. يعني مثلا ايه هنقول ده مثلا اللي هو الكامل بوز ده. تمام. ده الكامل بوز اللي هو بتاع اليوجا. طب في النيرفانا بيبقى ازاي؟ احنا بنفضل ثابتين. النيرفانا لا احنا بناخد النفس وبعد كده بنرجع نعمل البوز كده بنرجع ناخد نفس تاني وبعد كده بنتحرك كده. اوكي. في حاجات بقى واحنا واقفين بتبقى شبه الرقص شويه اللي هو مثلا ان انا ايديا كده ببتدي اخد النفس كده تمام بخرج النفس وابتدي انزل كاني بعمل فالحركة نفسها بتخلي الناس الهايبر او الناس اللي هم عندهم باور يحبوا النيرفانا اكتر. ليه؟ بيتحركوا فيها مش ثابتين. في ناس تانية لا تقول لك هي متعبة بالنسبة لي. أوكي. متعبة لان انا مش عارف احفظ الحركة. طبعا مع حضور الكلاسز كتير الناس بتتعلم ان هي تعمل الحركات. طب احنا قلنا ان اليوجا ليها انت عديت لنا اربع خمس يمكن ست انواع مختلفه كتير. النيرفانا نوع واحد بس. حتى الان هي نوع واحد. اوكي. يعني حتى الان هي نيرفانا بس. اوكي. وهي تعتبر ميكس من اليوجا مع شيء من التمرينات الرياضيه. بالظبط كده. ما هي اسمها نيرفانا فيتنس. تمام. النيرفانا فيتنس هي يعني اكتر التركيز على التمرينات الرئويه. سد. بحيث ان هي حتى هي مفيده. يعني البي ال بي دوت هم بيعملوه الدكاتره في حالات الالتهاب الرئوي الشديد. يقول له دايما خد النفس على بطنك بحيث ان انت توسع الحجاب الحاجز بحيث ان الهواء يدخل اكتر. تمام. طيب نشوف برضو تمارين سواء مشتركه بين اليوجا والنيرفانا او فرق، يعني بتبين الفرق ما بين الاثنين. ما هي ما انا زي ما قلت لك كده يعني مثلا في اللي هو مثلا في بوز زي كده في اليوجا. تمام. احنا بنفضل ثابتين وايدينا كده بنفضل ثابتين ده الورير. اوكي. بنفضل كده وبنفضل ثابتين شويه. اوكي. لا النيرفانا احنا مش بنفضل ثابتين، احنا بناخد النفس بنضغط على بطننا بنرجع ناخد النفس ننزل نخرج النفس بعد كده الثانيه ناخد النفس. هي حركيه يعني احنا بنتحرك فيها. نخرج النفس نرجع ناخد النفس بعد كده نخرج. طبعا هي ليها ميوزك معينه بتبقى معانا. أوكي. بتبقى مع كل المدربين. ما ينفعش نشغل ميوزك تاني، هي ليها ميوزك مخصوصه ليها فعلا. اوكي. وطبعا ما بين كل مجموعه ومجموعه بنبتدي نقف 30 ثانيه بالظبط مغمضين عينينا ونبتدي نقول لنفسنا افرميشن معينه بحيث ان احنا توكيدات معينه بحيث ان احنا دماغنا تشيل اي ضغط او ستريس او تفكير بره السيشن. فمثلا احنا بنقول اول واحده ايه؟ اي ام بريذنج، انا بتنفس.
وتبدا اللي معايا حاضرين يعني يبداوا يقولوا لنفسهم طبعا ذهنيا، فطول ما هم شغالين انا بتنفس، انا بتنفس طول ما هي بتعمل الحركات يعني مثلا كده انا بتنفس. تبتدي بتقول الكلام ده ايه لنفسها. اوكي. ده بيساعد على التركيز يعني. في واحده ثانيه اي فيل لاف، اشعر بالحب. طبعا شعور الحب ده هي طاقه كبيره قوي، بتبتدي هي توزعها زي ما هي عايزه، بس انا دايما بقول لهم ادوها لنفسكم يعني حبوا نفسكم انتوا. اي فيل جريتفول، اشعر بالامتنان او اشعر بالشكر يعني اشكر مين. فطبعا بيبقى هم حابين يدوا الطاقه دي لمين بيدوها ذهنيا. اي ام باورفول، انا قويه. فتبتدي حتى في الكلمه بتاعت انا قويه دي التمرينه بتبقى قويه. طب يعني ما تدينا واحد ان باور كده عشان برضو ايه نستوعب الكلام. يعني مثلا ايه كده، ده المفروض ان انا هعمل التمرينه بتاعت انا قويه. أوكي. فالمفروض ان هي تاخد نفس تخرجه وبتفضل ثابته شويه بقى. أوكي. بعد كده ترجع تاخد نفس بعد كده تخرج. فيها زي استرتشات كمان. ايوه ايوه ما هي ما هي بيلاتس يوجا مع بعض. وفي نفس الوقت تمارين التنفس مهم. يعني ما ينفعش ان انا اعمل الحركه من غير ما اركز في النفس بتاعي. لا هو انا بعمل الحركه انهال داون اكسهال بعد كده انهال باخد النفس بعد كده اكسهال بعد كده انهال تاني. أوكي. ويفضل بفضل كده طول الاكسرسايز بتاعي. تمام. طيب انت في تمارين ثانيه عايزه توريها لنا ولا نرجع بقى نقعد عشان نجمع؟ عشان انا مش عايز اتقل عليكي من ان انت بتعملي التمرين وبتشرحي بنفس الوقت. ايوه ايوه لا ممكن نقعد. بس الحكايه دي على فكره اكيد ليها فايده مهمه جدا على الصعيد التنفسي، فكره ان الواحد ينظم نفسه. صح كده؟ وهي مفيده قوي قوي للناس اللي هم كانوا مرضى كورونا مثلا. يعني كتير قوي فعلا هم الكلاس دوت بعد قصه الكورونا كان عندهم زي ايه؟ ازمات تنفسيه. طبعا. اللي هو مش قادرين ياخدوا نفسهم وكده كويس. أوكي. فعليا بعد ما حضروا النيرفانا حقيقي حقيقي كتير شكروني ان هم بقوا يوصلوا للتارجت الحلو في التنفس. حلو. طب الى جانب التفصيله دي ايه تاني مفيد في النيرفانا وفي اليوجا جسمانيا ونفسيا؟ نفسيا هنقول مثلا نفسيا هي فعلا بتعمل بتسكيب الضغط النفسي. انت لما بتدخل سيشن يوجا وتحضرها من اولها لاخرها بتمارين التنفس بتاعتها بالميديتيشن بتخرج انت فعلا في الامتي بوكس. انت مش عايز تفكر في مشاكل، مش عايز تفكر في حلول لمشكله او ضغوط نفسيه عندك في الشغل او 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 او، لا انت بتخرج منها تماما. طيب سواء اليوجا او النيرفانا ايه نسبه انتشارهم في المجتمع المصري في الفتره الاخيره؟ لا ابتدوا ينتشروا قوي، خصوصا ان في كان في وقت من الاوقات طبعا قبل ما نسمع عن النيرفانا كان الكلام على اليوجا. في ناس كانت فاهمه او شايفه ان اليوجا دي لا هي رياضه ولا هي يعني فاهمه مش عارفه تصنفها حتى. بص هو انا كده كده بدرس يوجا من تقريبا من 12 سنه. تمام. اول ما دخلت المجال بتاع اليوجا كان اغلبيته اللي بيدربوا اجانب. فبالتالي كان برضو عارف انت لما تجيب حد اجنبي بيبقى التواصل مع المصري شويه مش قوي زي ما بيبقى في حد مصري يتكلم معاك عنها ويشرحها لك ويقول لك هي فوائدها ايه. وعارف طبيعه شخصيه المصريين. بالظبط كده وعارف طبيعه شخصيه المصريين. فلما جيت انزل التدريب كان في ناس بتدخل السيشن ايه ده؟ هو انتوا بتعملوا ايه؟ طب وانت ليه مشغله شمع؟ وليه الدنيا ضلمه؟ وليه مش عارف ايه؟ طب ما عشان توصل للسكينه او الهدوء النفسي والسلام النفسي انت محتاج ان انت تقعد في جو هادي. الميوزك هاديه، ممنوع الموبايل طبعا. بس اليوجا ما تغنيش عن ممارسه الرياضه بشكلها الكلاسيكي المتعارف عليه، ولا ممكن تغني؟ لا ما تغنيش. ما تغنيش. انا عايزه يعني اي حد انا بنصحه ان هو يتدرب الاثنين. اوكي. يتدرب بالاكسرسايز العاديه اللي هو الكلاسز العاديه او يروح الجيم في نفس الوقت يحضر يوجا. زميلتنا نهاوند كانت بتقول من شويه ان مش عارف كان حد بعت لها السؤال ده ولا كانت في حوار بينها وبين حد وكان بيتساءل هو اليوجا ممكن تساعد على التخسيس؟ فعلا بتساعد على التخسيس. ده التنفس. تخيلت ان لا. طب هقول لك على حاجه. قول. دلوقتي احنا لما بنعمل عمليه الشهيق والزفير الزفير ده بيطلع فيه ايه؟ ثاني اكسيد الكربون بلس سموم متخزنه في العضلات والانسجه بتاعه الجسم. يعني بيحصل لان الاكسجين بينظف يعني. بالظبط كده بينظف الجسم كويس. حلو. لما تيجي تعمل الزفير دوت بيخرج من ضمن الكميه دي بيبقى الدهون اللي خارجه. فتمارين التنفس اصلا. استني 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 ابوس ايدك ده موضوع مهم جدا لناس أيوة كتير. ده حقيقي. دهون ايه اللي خارجه يا ست الكل؟ بتخرج من النفس. فعلا. بتخرج يعني من النفس. يعني ثاني اكسيد الكربون مش هنختلف فيه، لكن في حاجه اسمها الدهون بتخرج. دهون بتخرج من التنفس. طب ما كانش حد غلب.
اكتر نسبه دهون بتخرج من التنفس. طب ما لو الموضوع بالبساطه دي ما كان في ناس كتير نعمل تمارين تنفسيه المفروض ما خطرش على بال حد؟ لا ما خطرش على بال اطباء تغذيه حتى؟ لا لا بيقولوا على فكره يعني في اطباء كتير دلوقتي مثلا من الابحاث اللي اتعملت بره مصر هم فاهمين ان اكتر نسبه دهون بتخرج من النفس. اوكي طب يعني هل اي حد ممكن يمارس سواء اليوجا او النيرفانا ولا في فئات عمريه لا يفضل كله. لا احنا بنقول اليوجا للجميع والنيرفانا للجميع فعليا. اوكي مش يفضل لا بس يفضل لو حد عنده مشاكل اصابات في ظهره رقبته مفاصله لازم يقول للمدرب اللي معاه او المدربه. طب انا قلت لك ان عندي المشاكل دي هبتدي اديك التمرين المناسب ليك لجسمك. ما بقاش في تحميل على المفاصل بالزبط. في حال وجود مشاكل بالزبط. في المفاصل يعني وبالعكس ده في كمان حاجات احنا بنستخدمها للي عندهم اصابات يعني مثلا اللي عامل رباط صليبي اللي عنده مشكله في الكتف احنا بندي تمارين تقوي العضلات بحيث انها ما تحملش على مفصل الركبه. اوكي. وطبعا ما بنتنيش ونفرد الركبه خالص، لا هي الموضوع بيبقى ان التمارين كلها مناسبه للعضلات اللي هي الاساسيه في الرجل. تمام. طيب اللي بيجوا لك في الكورسز اللي انت بتديها اكتر سيدات ولا رجال شباب ولا سيدات. اكبر؟ هو منتشر موضوع اليوجا اكتر ما بين السيدات. ما بين السيدات هو بص انا اقول لك على حاجه، هي الفكره الشرقيه ان انا اروح لمدربه بنتي دي عند الراجل ايه ده يعني. لا هو اصلا فكره ان الراجل بيمارس اليوجا مش منتشره قوي. لا هي موجوده بس هي مش منتشره بس موجوده يعني. أوكي. فيه بس لما بيلاقي اللي هتدرس بنت ممكن يهرب من السيشن. ليه اصل ده مش تمرين مثلا في احمال ولا اوزان ولا مقاومه يعني؟ ما برضه فعلا يعني التفصيله دي في الثقافه العامه لسه ما اتغيرتش. يعني انا مثلا بسافر رحلات ريتريت في مصر هنا. اوكي. اغلبيه المشتركات بيبقوا بنات. تلاقي في وسط مثلا 15 بنت ولد واحد جاي. رغم ان الرحلات دي الرحلات بتخليك فعلا في حاله استرخائيه تامه، انت بتفصل عن الشغل بعيد في اماكن على البحر والجبل ووسط الصحراء. الله حلو. طبعا ويساعد على مساله المديتيشن او بالظبط كده. هي اصلا بتحس ان انت ده الجو المناسب للمديتيشن والجو المناسب اكتر للتنفس الاوبن اير عموما او الاماكن المفتوحه احسن كتير قوي للتنفس. يعني انت لو وقفت في مكان اخضر هو ده خلاص كل اكسجين. فتنفس بقى ونظف الرئه يعني. صحيح. نظف جسمك ونظف الرئه. ده الواحد بينظف الرئه وبيسيق عينيه بالخضار والمنظر الجميل. وبتبقى مبسوط اصلا ان انت بتلعب في جو كده من الطبيعه. طبعا. وكمان يعني في ناس بتشيل المات اصلا تقولي مش هلعب على المات، انا هلعب على الارض او النجيل على طول. بالظبط كده احساس. صحيح. حلو اصلا بيبقوا مبسوطين بيه. انت نورتينا وان شاء الله يعني نشوفك على خير بعد كده باذن الله. لو اتمنى تكون الفقره دي عرفت الناس اكتر سواء باليوجا او بالنيرفانا، واحده من المستجدات في دنيا الرياضات التامليه انجاز التعبير. نورتينا. ده بنور حضرتك. شكرا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نفتح بقى مع حضراتكم البوم الذكريات والنوستالجيا الجميله. اتفضلوا.